هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في صباح هذا اليوم المبارك في هذه المدينة، مدينة طول كرم، حيث قتل بدم بارد الشهيد محمود أبو سعد. لم تكن أول جريمة يرتكبها العدو الصهيوني في طول كرم أو في الوطن، ولن تكون آخر جريمة، لكن هذه الجرائم بإذن الله لن تمر بمرور الكرام. هذه ستكون طريق التحرير، تحرير هذه الأرض المقدسة من رجس هذا العدو الصهيوني. يا أمي إنك أمة لا ترضى عيش العبيد، هذا وليدك فارس أكبرته من زمن بعيد، يبقى الشهيد يمدنا بعزيمة أقوى من حديد. يا من رفعت رؤوسنا عاليا وكتبت تاريخا مجيد، هيا هيا افخري بين النساء ورددي، هيا افخري بين النساء ورددي أنا أم الشهيد، هيا افخري بين النساء ورددي أنا زوج الشهيد. إن من يقضي دفاعا عن شرفه وعرضه وماله ووطنه ومقدسته إنه لشهيد بإذن الله، في عليين مأواه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا نتنياهو ويا بن غفير، لن تنحن الرؤوس لأمثالكم، نحن أمة الخيرية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خلقنا لنسود العالم ونحكم العالم أجمع. نعم، تحية للشهيد البطل، تحية للشهيد البطل. يعني نحن نقف الآن على في مدينة الآخرة نودع شهيدا آخر من شهداء العدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدن والقرى الفلسطينية. والآن الملاحظ أن الاحتلال يشدد قبضته ويشدد ضربته ويشدد عمليات الاغتيال والتصفية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وهذا يتطلب منا حقيقة وحدة الصف ووحدة الموقف، ويتطلب منا كلمة واحدة أمام هذا الاحتلال حتى يخذله الله سبحانه وتعالى ويتراجع هذا الاحتلال عن شعبنا ويتراجع هذا الاحتلال عن أمتنا، ويعني يتحرر هذا الوطن ويتوحد هذا الصف بإذن الله سبحانه وتعالى. ننعى الشهيد البطل محمود رحمة الله عليه وسكنه في جناته، وهذا قل الواجب أني أجي أحضر جنازة هذا الشهيد وشارك بجميع جنازات الشهداء، وأدعو الشعب الفلسطيني للحذو جميعا في أي جنازة شهيد، لازم الكل يشارك، مش تقول لي ما تشارك ما تسويش، لا لازم الكل يشارك معنا، هذا قل الواجب. وهذا قل الواجب أن أجي على أهلي وناسي في تركهم، لأن تركهم أهلي وناسي وحبايب وتجواسي الله يحميهم. أنا جد من الخليل أخوي، من طرقومي الخليل، أنا أقل الواجب هذا يعني، وإحنا أهل وقرائب يعني، فيش فرق بين تركيا وأم الخليل، كلنا بلاد واحدة وكلنا أهل.